هاي مرحبا بك. بيك. انت عرفنا برا. فتح البحري. وين عايش؟ عايش في فرنسا في شمال فرنسا. اي وانت هاك عايش في فرنسا. وضعيتهم احكي لنا عليهم. الله يهدي. الله يهدي. عندي تجربة صارت حتى البارح. ما نحبش نقول عليها خاطر فاميليال. احكي بصفة عامة. بصفة عامة. والله أنا في باريس زرت البيت تحت قناطر في الخيم. والله تحت قناطر أصمن بالله. أنا هذا يبكي ويحزن. يبكي يبكي مش بكي مش يحزن ويخلي ما يعمل. ليه؟ بالك شو مباحت عليه الذهب، بالك شو هو ترى كيفاش دبر راسه من هنا وصل غادي وعمل وعمل وفي الأخر تمام. إيش هي الحكاية؟ اندمج في المجتمع تندمج. كيفاش تصور العقل باش تبدا تفهم؟ ثم مؤسسات غادي كان نجم يبيتوك ليله اثنين ثلاثه كيما وزن يحرك شويه زاده. انا 68 سنه ونعرف الدنيا اش فما. احرك شويه مشي حاول تستخدم. وبصراحه ما نعاونش بعضنا. ما نعاونش بعضنا غادي. وغادي انت قلت لي شنو يخدموا الخدم اللي ينجموا يخدموها هذوكم اللي قلت لي يلزموا يتصرف يسمح. هاي سيدي نعطيك مثل. هنا ما يحبش يخدم المرمى. غادي يخدم. ما يحبش يخدم دهان غادي يخدم. ما يحبش يخدم يغسل المعون هنا غادي يشد الصب باش يغسل المعون باش يغني عيش. عاش قلت لك دير عقليه عقليه عاش قلت لك ما نعرفهاش ما نعرفهاش. بون عشت في وقت باهي الثمانينات التسعينات حتى الالفين ملي جا ميتيران وقتها وكمل وقتها وفات في راس واحد مشغول لكن مازال فيها الخير. معناتها تقول واحد جون تو يمشي لفرنسا ينجم يتصرف ينجم يسد بغيه. اذا كان باش يمشي وما عندوش اوراق وما عندوش ننصحوا يقعد في بلاده. والله ننصح فيه ننصحوا. كيفاه من نهار الاول باش يعمل اوراق كيفاه؟ لا ما فماك الناس اللي بروفيتي يحب يدبر سفله ويحب تراضي تراجع ما ترش. كنت الواش طالع ما عندكش اوراق؟ الواش طالع ديجا علاش خارج؟ مش خارج باش تحسن وضعيتك. ابدا حسن وضعيتك في البلاد هذيا وبعد اخرج. تشرف بالخدمة ذيك نتاع البناي ونتاع الفطاير ونتاع اللي تحب عليه كل نتاع غسل المعون. ابدا من هنا. أنا باش يخرج لازم على الأقل يكون عندك شكون غادي ينجم يدي بانيك وأنت تتحرك غادي وتشوف وكذا. صحيت. وقداش منه السيد هذايا اللي باش ولو حتى من الفاميليا قداش منه باش يشدوا معاه قداش؟ خاطر مدة معينة. برا لو عليه حتى تلقى هذا السيد هذا باش يقول لك نسمع بعينه. ثم مثل يقول التونسي الخو كان جاي ينفع خوه ما يبكي حد على ابوه. فهمتني؟ ما يبكي حد على ابوه. انا خويا جبته في الثمانينات وانا وقت نسوق روتي نسوق في كاميون. هاي طلع معايا النهار الثاني رجلي في التابلو دبور هكا ممدودين. عملت الدوره وهبطت وقلت اقعد هنا ومن بعد نتاهم. اهبط قلت اهبط. خاطر حتى رجلي في التابلو دبور سيد هكا وتفزعك يا بابا الكاميون اللي عندي قيمته 8 مليون وانت حتى التابلو دبور هكا وانا نبيع في المازوت والجاز وقتها على الفلاحين. شوف قاعد هكا من رئيس السولاي كما السيد هذا راسه حاس بروحو في مالاغا ولا في اسم هذيك في اسبانيا. شنو يهمنا؟ طبس راسكم بعد عمر ربينا اللي ما ذاقش. أنا ذقتها. شنو الصعوبات اللي عشتها والمر اللي ذقته غادي؟ الصعوبات اللي عشتها وقت اللي بديت نخدم سكت فمي سكت فمي حتى لين ربي عاوني. إيش معناه؟ ما مشيت ما كنتش عليك ما كليتش لا من الزبلة لا سرقت لا خطبت الحمد لله. هذا كل وسيرتو هذويا نتاع جماعة الزطلة هذوما تسميهم أنتوما الزطلة. أخويا ما كثروا غادي. فما منهم برشا؟ إيه إيه فما اللي بيع فما اللي يشتري فما اللي يتكيف لا يختاني يا ودي. لا ما يسالش على النقطة هذه مهمة باش اللي يتفرج فينا يعني فما عباد مشاو طريقي كيفاش يحبوا يعيش يلتجئ للشيء هذاك يلتجئ ما عندوش حل آخر ما يعاونوا حد ما يعاونوا حد. إيش يعمل هنقبر في راسه سمحني بالكلمة مع الأجانب الآخرين من حبس الذكر نتاعهم الدول اللي بحذانا يعاونوا فيه باش برا بيع هذه برا جيب هذه برا صحيح. لكن فما ريسك. الريسك هو يتحمله هو اللي يتحمله. انا قلت لك نعرف واحد تونسي صغير جا من ايطاليا شدوه البوليسيه وما خلوه معاه فيه. ايش عمل له هو؟
مره يقول انا فلسطيني، مره يقول انا جزائري، مره يقول انا مصري. وراه في كل يوم يجي مع الاخرى من المجيرة وفي المرش. ايش تحب يعني؟ يتجئ في شيء ذاك. هاو الغلطه وين؟ توا اولاد مش عرب مهدي، وليد مهدي والهادي. وكان ما تهش بيهم، رمزي ولو كيف، اما حمد تربية. فاش خرجت قبل كل شيء؟ انا خرجت في عهد برقيبه الله يرحمه. خسرناه السيد هذاك. والله خسرناه. انا ما كنتش عايش زوالي خدام وقتها، مازلت كي خرجت من المكتب النيفو نتاعي سان كماني بريمير المكتوب عملت هكا مشيت سويسرا. كيفاش مشيت؟ مشيت بالبطو، مشيت لايطاليا، من ايطاليا ما نعرفش نتكلم، مشيت لسويسرا بالفرنسي ما تعرفنا احنا نبربشوا شويه ونتعلموا الدنيا شنو هي الحياه ومدرسه كل يوم نكتب ورق. خرجت مشيت لسويسرا لقيت خدمه ما عجبتنيش. هيا قلت شنو نعمل؟ وانا صغير والصغر نتيشوا في الصغر احنا نقولوا فهمتني في المنزل هكا. استقريت في فرنسا من عام دخلت عام فرنسا عام 79 اخر 79. عندك الجنسيه؟ الحمد لله التونسيه والفرنساويه. كيفاش خذيت الجنسيه الفرنساويه؟ اوه تقريبا 89 90 هكاك والله حتى الباسبور انا غادي. الظروف غادي كيفاش؟ شنو هي الظروف؟ الظروف نتاع التوانسه غادي ظروفهم بصفه يا ودي نقول لك حاجه اللي يخت راهو لاباس عليه ما نكذبش عليك. المهم صعيبه الدنيا. هم يقولوا غربه انا ما نعرفهاش الغربه، كلمه هذه الغربه ما نعرفهاش انا. الغربه انت تخلق في نفسك، اللي يحب يخدم راهي موجوده. اما صعبت لكن الجيران هذوما اللي يحبوا يطلعوا كل شيء هذاك باش يتمرمزوا. اما احنا لي زونسيان الحمد لله، والله الحمد لله. بدويرتي بمرتي ثلاثه اولاد وليد مهدي والهادي خدمت صورت خرجت رتلات الحمد لله. يا ربك الحمد، يا ربك الحمد. نرجع راهو الاصلي لكن باش تقعد ديما هذيك بلادي الثانيه اللي تربيت فيها هذه ما ننساهاش في القلب. تونس تونس يا وعد من كلمه تونس صعبت. انا حس في عينيك فيها برشا دموع كي قلت تونس. تونس باش يبكيني هذا ها؟ والله تونس تونس الشعب نتاعها مسكين قلبوه وش قلبوه. خاطر تونسي راه فهم حنين حنين رغم الصعوبات حنين التونسي. اما شغلبوه الهم هذايا اللي جا من الخير ومن الخارج من هنا شغل اللي يحب يستحفظ راهي موجوده. هاني نخدم الحمد لله، خدت الرتلات الحمد لله، اكثر من هكا ايش نحب؟ التوانسة عايشين غادي تعاونهم انت علاقات التوانسة مع بعضهم في فرنسا؟ انا نتقابلوا كنا راح نعطي قهوه ثم يجي 20 واحد نتقابلوا على السلامة مش نحمل لك لاباس نسلموا على بعضنا نعاونوا على ثم اللي يعاون ثم ما يعاونش ما نكذبش عليك ثم اللي يعاون ثم ما يعاونش نجم نعاون وقت اللي نقدر. انا برشا عاونت واحد خلاها بيا ما نكذبش عليك حشمت له. كيفاش احكي لنا؟ هو جاء ما نحبش نذكر البلاد جاء من جهه الصفاقس عرض الجنسيه في امريكا عند الجنسيه الفرنساويه مثني ما نكذبش عليك هنا مثني دخلت يخدم في معمل مش معمل شركه نتاع دهينة كل شيء يمشي ثمانية ونص تاع الصباح يروح الماضي ساعه الماضي ساعه لاربعة ونص مريقله اموره نقول لك بالحرامه مريقله. وقت اللي كان جاء من اللول جديد بالذات كي عرف يحب يدبرك الورقات كان يمشي كل يوم الاربع نتاع الصباح الاربع نص لباريس يخدم في الانتيريم. كان تعرفوش كلمه الانتيريم ايش معناها؟ يمشي يخدم كان عيطول ما عيطوش. كي دبرت الخدمه هذه سمح لك بالكلمه صوت ساقط. كيفاش؟ يقول قايل شبع شبع تو دبر لك خدمه تعرف القانون يقول لك يسمح لك بثلاثه جماعة ثلاثه جماعة كونجي لا في العام خمسة أما ثلاثة جماعة أفسيلي معناها في جبت بعضهم والآخرين جمعة مثلا في نوال وكل شيء وقت تنقط عليهم الخدمة وجمعة يحب هو خمسة جماعات معناها خمسة جماعات كل شيء هنا خمسة جماعات أي المشكلة كي دخلت ولا يخلي خاطر ياخذ في سميك وعنده 400 أورو كل أربع شهور بريم وعندك التيكيات نتاع الريستورون والسيدة ذي الشاف هذيك يحب نياس ويعرفني دخله هو على خاطري انا خاطر انا كلمته. هلا غالب
راجل ساعة ولا بالقرون وكل شيء، ولا يحب يروح لتونس كل أربع شهر. ها عاش قدك كم ولا يحب يروح كل أربع شهر وهو يكذب علي. احنا ما نحبهاش لكن تكذب ما يخدم فيه. هاي أمي ماتت، هاو عندي ما نعمل هو كنت كيف في الأخر لقلق وعيت لي ذايا السيدة ذايا فرسون هو ليه أصله شنوي نشين، عنده جنسية فرنسوية ومعرفة فرنسوية اسمه تيان احنا نقولوا يريد له منظم له ما خلى مع بل المسلم. أنا ما عاش نكلمه حتى ما عاش نكلمه تبيك هانو من بعد نبيش نحوالي كينور دي مازال يخدم في الانتريم. رجع لانتريم وقت اللي حشتوا بيك حياتك فما خدمة ما فماش بعد راح هذوما التوانسة تحكي على التوانسة الأمور هم واضحة، لكن فما التوانسة يعني